حضراتكم من جديد ومع فقرتنا الاولى في مصر الجميله. اعتقد انه كان مهم جدا انه زي ما احنا قلنا في البدايه انا ونهله بنتكلم على مجموعه من القوانين اللي انتظرها الشعب المصري، يعني مثلا لما يكون هناك مجموعه من الايجارات والممتلكات الخاصه لناس ما بيستفيدوش منها وده كان عامل حاله كده من الاحتقان، لازم يكون في رؤيه جديده لمرحله جديده بتمر بيها مصر في مرحله التقدم والبناء الحديث. لازم كل فكرة بتتم أو بتمر لازم يكون ليها تشريع حقيقي يواكب عصرها ويواكب فكرتها. قانون الإيجارات ده من ضمن القوانين اللي تم الحوار عنها في عام 2016. نتكلم كمان على مجموعة من القوانين المختلفة، قانون الإسكان، القوانين المرأة، كل القوانين اللي احنا شفناها وتابعناها من خلال مناقشات البرلمان. اسمحوا لنا بقى نرحب بضيفنا وضيف حضراتكم اللي هنلقي معاه الضوء على بعض هذه القوانين، منها الجيد ومنها اللي لسه بينظر امام البرلمان لم يقر حتى الان. ايه الفكره اللي ممكن توضع في 2017؟ ايه الحاجات اللي لازم تتغير او ياخد باله منها البرلمان؟ كل ده هنعرفه مع ضيفي وضيف حضراتكم. برحب بسياده المستشار كمال اسلامبولي الفقيه الدستوري. اهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا فندم، اهلا بحضرتك معانا. وخلينا نبدا من يعني واحد من الالغام اللي كانت موضوعه امام البرلمان بصراحه، لان قانون الايجارات قانون شائك، في طرفين كل طرف فيهم بيعتقد ان هو المظلوم. يعني الطرف المالك دايما معتقد ان هو يعني هو مالك عماره او شقق كتير وفي نفس الوقت مش مستفيد غير ب 100 جنيه ولا 200 جنيه في كل اجمالي الشقق ومش عارف يجيب شقه لابنه. المستاجر بيقول انا طول عمري واخد على كده ودخلي لا يتحمل. تم خلاص الحوار حوالين هذا القانون، اعتقد انه يا اما خرج او هيخرج خلال ايام. في بعض النقاط اللي عاوزين نتكلم فيها في هذا القانون يا فندم. اولا اهم ملاحظاتك على هذا القانون، قانون الايجارات. هو شوفي حضرتك، بدون شك في علاقة ظالمة في موضوع قانون إيجارات المساكن. الطرف المظلوم فيها المالك، ما فيش جدال في هذا. لكن احنا عملنا قانونين قبل كده، قانون خاص بالزراعة الأراضي الزراعية، وعملنا قانون خاص بالأماكن المخصصة لغير أغراض السكن. لكن نطاق علاقة المالك والمستأجر فيها ضيق جدا، يعني لسنا جميعا كمصريين ملاك أراضي زراعية، ولسنا جميعا كمصريين مستزرعين في هذه الأراضي الزراعية، في نطاقها اتحصر في نطاق ضيق من شريحة المجتمع كمالك ومستأجر. كذلك الحال فيما يخص المحلات، مش كل الناس مالكة محلات ومش كل الناس شغالة في محلات. صحيح الشريحة أوسع، لكن ليست شريحة العلاقة الإيجارية فيما يخص الأرض الزراعية وفيما يخص المحلات التجارية بنفس النطاق الواسع بتاع المساكن. احنا كلنا يا إما ملاك في المساكن يا إما ساكنين، فالعلاقة هنا خطيرة جدا. أنا مش عايز ان احنا نعمل نفس الاخطاء، وانا نبهت ايام القوانين بتاعه المحلات ان انا ما اربطهاش بتاريخ المنشأ، لانه وارد جدا تلاقي عماره في الزمالك مبنيه سنه حاجه و20 وايجار المحل فيها 8 جنيه وهتلاقي محل جنبها فضي سنه 90 ومأجره ب 1000 جنيه. صحيح. فلما تيجي تاخد بتاريخ المنشأ انت ما خدتش بتاريخ عقد الايجار، فرحت مزود 8% مره واحده، 8 اضعاف مره واحده. ففي ذهنك كمشرع ابو 8 جنيه، فتقول 8 في 8 ب 64 جنيه، وبعد كده قاعد تزودها 10% كم سنه وبعدين نزلت 2%. طب انت لما زودت 8% ابو 1000 زاد بقى ب 8000، فبقى شيء مش معقول بالنسبه له. فانا عايز اقول الربط ما بقاش بتاريخ المنشأ وإنما بتاريخ عقد الإيجار، لأن وارد إن المنشأ المعمارة السكنية مبنية من 20 لكن طرأ عليها عقود إيجارات بتواريخ متفاوتة بمبالغ تواكب زمنها اللي حررت فيه. يعني ممكن عمارة في الزمالك النهاردة تعمل لها عقد من 10-15 سنة، غير عقد من 30-40 سنة، غير عقد من 50 سنة. فما بصش، ما خدش الربط تاريخ الترخيص وانما اخد عقد الايجار. اتنين، انت العلاقه بين المالك والمستاجر بتستهدف منها ايه؟ ايجاد توازن. التوازن ده في ايه؟ في الدخل. انه مش معقول عماره
فيها شقه في الدقي مثلا ب 9 جنيه الكلام كلام مش معقول. اه زودها خليها 200 300 جنيه ما فيش مشكله، خليها ده خليها 150 جنيه، خليها 120 جنيه، لكن ما تخلينيش ان انا اسيبها يعني ما والا هنقعد كمجتمع في لعبه كراسي موسيقيه ان احنا وما ادراك يعني حضرتك بتعول سياده المستشار على انه فكره انه ترك العين من غلقها دي حاجه حريه شخصيه طالما انت بتاخد ايجار. بتاخد ايجار بس الترك برضو مش هخلي العلاقه ابديه لان يعني علاقه عقد الايجار عنصر فيها شخصي فما تبقاش ابديه، يعني لابد انها تتنظم الحالات بحسب يعني راجل مستاجر تقعد زوجته واولاده الى ان يصلوا الى سن ال 30 سنه ما يجوز للابن انه يتجوز فيها مثلا على سبيل المثال. لكن لو في ما تورثش للجيل الثالث والرابع. لكن لو في واحده بنت ولا تعمل ومش متزوجه هترميها في الشارع؟ لا، يستمر. لازم تدرس حالات معينه عشان احط لها احكام تخاطب كافه المتنوعات اللي ممكن تحصل بين الناس. طيب في نفس الوقت اللي بيجي يشتري، ما هو مثلا في قانون ايجارات في المانيا معمول ايه؟ انا كما كمالك جيت ابيع لحضرتك العماره، لو حضرتك محتاجه شقه فيها لك الحق في انك تختاري اي ساكن تخرجيه، وما تقدريش تلعبي في الحكايه دي، يعني ما تقدريش تدعي ان انت عايزه تسكني لان القانون صارم فيها ومدي فيها حبس ومدي فيها غرامات، فالناس ملتزمه هناك. نرجع ونقول ان تطبيق القوانين في المقام الاول ثقافات مجتمع قبل ما تبقى نصوص حاكمه بتخاطب الناس، لازم الناس يبقى عندها وعي الالتزام بالقانون وعندها ثقافه ان هذا القانون هو ضابط للمجتمع بيخاطب توازنات علاقات، يجب يبقى انا عندي ثقافه ان انا احترم ده، لان لما بحترم ده النهارده لو عليا غيري هيحترمه بكره لو ليا. هو طبعا في بعض كده يعني البنود اللي الناس كلها تتوقف عندها في القانون الجديد، يعني مثلا انه قالوا خلال 10 سنين العقد ينتهي بعد 10 سنين والساكن يطلع، ده من الحاجات اللي مقترحه انه اقصى مده ممكن يقعدها منذ صدور القانون 10 سنين. اقترحوا كمان انه لو الشقه مقفوله لمده 3 سنين متواليه يبقى من حق صاحب العماره ان هو يفتح ايا كان، فهو من حقه ان هو يفتح. ده من الحاجات اللي مقترحه وعامله مشاكل يعني بين الملك والمستاجر او بين الناس. هو الترك مش اختراع جديد. الترك موجود في قانون الايجارات، انه لو انا اثبتت حاله ترك برفع دعوه باخد حكم بالاخر. والترك تقدر تثبتيه بحاجات كتير جدا. فاتورة الكهرباء، اجيب شهاده من الكهرباء بالكيلومتر بتاع العداد انه ما بتقريش بقيله مده مثلا. كل دي اشياء تدي لو مثلا انه من سنتين ثلاثه كيلو متر قد كده وما اتحركش، فكل ده بتدي امور ترك. كم محضر اثبات حاله انه مش موجود، الجوابات بتروح له على العنوان وترد. كل دي امور وقرائن بيبحثها قاضي الموضوع في ان هو يثبت حاله الترك دي موجوده. ما هو واحد تارك شقه، طب انت يعني مش محتاج لها فعليا الا اذا كان الترك مثلا مسافر بره مصر في عقد عمل، ما اقدرش اقول انه تارك اختياري لان الترك الاختياري وهو داخل البلاد غير الترك تحت وطئة ظرف ألجأته إليه الحاجة والارتزاق خارج البلاد. ما أقدرش إن أنا أقول في الحالة اللي زي دي إنه شخص مسافر الخليج مثلا بيشتغل وساب الشقة إن أنا أخدها فرصة وأروح وأخد حكم بالإخلة. ولذلك لابد إن هي تتحط عاصم معين في المسائل اللي زي دي يحكمها. الحته الثانيه اللي حضرتك قلتيها ايه في ال 10 سنين المده الايجاريه يعني من دلوقتي لغايه هو يديله فرصه 10 سنين يظل موجود في الشقه بعد كده ملوش الحق في 10 سنين من وجهه نظري دي هتؤدي الى كوارث بعد 10 سنين. هنخلي المجتمع كله في حركه دائريه كده. لا 10 سنين في حياه الاسر شيء قليل. ولما انا واحد النهارده مأجر وفات 10 سنين، طب ما هو ابنه عنده 10 سنين، هو لسه ما لا راح جامعه ولا راح عمل ولا قعد وهو عايش ومراته عايشه وهيتقابل كمان بواقع اقتصادي صعب لانه بعد 10 سنين هو موجود وبيصرف
قيمه ايجاريه معينه بعد 10 سنين هتبقى 10 اضعاف. مظبوط. فانت كده يعني مظبوط. اعمل وصلته. اعمل زود له بحسب عقد الايجار، وحط عقود الايجار في 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 مراحل تاريخيه معينه، اللي ب 70 غير اللي ب 80، عام 80 غير عام 90 غير عام 60 وهكذا. نعم. وضعف له بحسب القيمه الهزيله ب 60 تتضاعف اكتر من اللي ب 70 تتضاعف اكتر من اللي ب 80 وهكذا. وبعدين حط نسبه مئويه سنويه قطعيه مش تراكميه. انه مثلا لو انا وصلت له الشقه ل 200 جنيه فمثلا في 30 جنيه زياده سنويه، ماهيش حاجه تتحط على كل شهر. نسبه مئويه، يبقى انا زودت في السنه 15% مثلا. نعم. في القيم القليله 10% في الاكبر، 5% في الاكبر وهكذا. تمام. اللي احنا لازم ننتبه ليه، ان احنا انا شايف ان في حاله صرع في حزمه قوانين لا تراعي البعد الاجتماعي، انه كله بالظبط ضرب على القافه ضرب على القافه، مفيش يعني مفيش شتيمه يعني مش ملاحق المواطن، مش ملاحق يا مش ملاحقها من اسعار، يا مش ملاحقها من انخفاض عمله، يا مش ملاحقها من دخل او تغيير وضع جديد هو غير معتاد عليه، وبالتالي تيجي تحوطه كمان بقوانين زي سكن او غيره. لا، انت بتدعو له انفجار. مجلس النواب فندم، مجلس النواب ارتقى انه هذه القوانين وكان بيطالب بيها جموع الناس الحقيقه، يعني زي مثلا القانون اللي احنا كنا بنتكلم عليه، قانون الخدمه العامه، هذا القانون الخدمه المدنيه، هذا القانون يعني وهو بينسق عمليه الجهاز الاداري في مصر والوظيفه الاداريه، وانه احنا يبقى فيها رؤيه جديده وشكل جديد من التعامل ما بين موظف الدوله والقضاء بقى على الفساد وعلى المحسوبيه، وانه يكون في حاله من الانتاج الحقيقي من هذا الجهاز، اللي ناس كتير قوي بتقول انه عبء على الدوله، وكتير من المسؤولين طلعوا اتكلموا انه عندنا ارقام 6 مليون 8 مليون موظف اداري بياخدوا تقريبا ربع الميزانيه من ميزانيه الدوله. الكلام ده كله تقول ايه خاصه في هذا القانون، لانه تم رفضه من مجلس النواب ثم اعادته الحكومه مره اخرى وتم مناقشته بالكيفيه اللي تمت. هيتضمن تشريد لملايين من الموظفين، مفيش فصال في هذا يعني. لانك احنا الغرض منه ايه؟ حضرتك اتفضلت وقلت ان انا بخف العدد الموظفين، اذا كانوا 8 مليون عايز ابقيهم على مليون او اتنين، وهاخد الستة مليون دول بقى مراحل، كل سنه هطلع شويه. لكن المفروض مش كده يعني، انه يكون في تقييم للموظف، لا يتم الترقي الا بعد تقييمه بشكل معين، دي ضمانات حتى يعمل دي يعني منافس. علشان ما يبقاش بس يا فندم دي منافس. معلش، دي منافس في كل قانون له عله. انا شايف ان في ترهل وانا معاه ان في ترهل، صحيح، بس ماخدوش انه على مدار مثلا اربع خمس سنين اكون خلصت من كام مليون واحد. لا اعتقد ان القانون تضمن ده خالص يا فندم، يعني هو الموضوع مش عاوز يخلص. طب خليه للتطبيق وهتشوفيه بالشكل ده، هتشوفيه في التطبيق بهذا الشكل، هتشوفيه في التطبيق. لا، انا عايزه على مدى اوسع، على مدى اكبر شويه، بدل ما هو على خمسه، ما انا اوقف حنفيه التعيينات، وعلى بدل ما اعمله على ثلاث اربع سنين اعمله على 15 سنه. احنا يعني مش عيب ان احنا نواجه المسائل عشان لا تدعو الى ان احنا نفاجئ بمسائل شائكه. القانون وقف التعيينات وقال التعيينات يكون عن طريق مسابقه لا يتدخل فيها بشر وتتم عن طريق الحاسب الالي، فهو وضع ضمانات حتى للتعيين في الجهاز الاداري بعد كده علشان لا تدخل واسطه او محسوبيه، من المفترض يعني. اتعشى منه لا تدخل الواسطه ولا المحسوبيه. نتمنى يعني ان تبقى المعايير تحقق هذا الغرض. نعم. وان تكون المعايير ايضا في التخفف من هذا التضخم، انه يبقى على مدى بعيد مش على مدى قريب. لكن الفلسفه بتاع القانون اساسا هي تقليص عدد الموظفين الاداريين. هل البلد فعلا محتاجه لهذا؟ محتاجه لده ان انا اقلص. طيب، بس هل التقليص ده ظرفي الحالي مناسب؟ هم شايفين انه مناسب، انا مش شايف انه كان مناسب، لانه كان لازم ارحل المساله دي لمرحله ثانيه. انت خارج من موضوع ثورتين وخارج من ارهاق مجتمعي
وخارج من حالة ان ناس مطالبة بحقوقها وسقف مطالبها عالي جدا الى ان انت تكتب هذه المطالب وفجأة ان انت تتخفف من البعض. هو هل هيترتب على هذا القانون انه يتخفف من بعض الموظفين ولا لا؟ ده السؤال. انا شايفة انه لا، المفروض هو بيضع ضمانات يبقى خلاص ملوش انه للتعيينات. لا 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 يبقى ملوش للتعيينات ولا الترقي يبقى فندم يبقى ملوش للشخص المناسب يكون في المكان المناسب. اتفقنا بعلته ايه؟ علته ان الجهاز الاداري متضخم. مش ده فندم برضو الاساسي يعني، لانه احنا الحقيقة تابعنا في المناقشات وعرفنا انه لانه ده كان سؤال الناس في الشارع اللي هو ايه، هو الدولة بتعمل هذا القانون وبيتم رفضه عشان هيمشوا الموظفين من الدولة، هيكون في تقليص لعدد الجهاز الاداري. الفكرة الاساسية كمان انه لما نيجي نشوف المنتج اللي خارج من هذا الجهاز مش هنلاقيه مثلا 20-30%، وده على عكس المطلوب في المرحلة القادمة. فحصل مجموعة من التشريعات عشان تقدر تحفز الموظف ان انا مثلا ابقى موجود، ان انا لا اعمل في وظيفة اخرى. كل القوانين اللي احنا تابعناها وكل المناقشات اللي احنا تابعناها كانت بتتكلم في القصة دي. انا مش عايز بس ايه عشان ما يوصلش لذهن الناس انه الحكومة وضعت هذا القانون فمجلس النواب ما تمش مناقشته، لا ده كان في مناقشات يا بيتناقش واترفض اول مره واتلطف منه ورجع تاني. صحيح، عشان الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي والتلطيف فيه ما كانش. اترفض ليه في الاول؟ سؤال بس، اترفض ليه؟ اتفضل. لان العله كانت فجه قوي وواضحه قوي ومحطوطه بنصوص لم تاتي حتى على استحياء. فاترفض. رجع بقى برضه في نصوص فيه مش على استحياء برضو متوجهة للغرض، لان كل قانون ليه فلسفة. فلسفة هذا القانون تقليص عدد من يعملون في الهيكل الاداري في الدولة. مش هنضحك على بعض. هو ده صحيح. صحيح. هو ده الهدف. الأهداف. طيب التقليص ده هيتم على سنة ولا اتنين ولا خمسة ولا هيتم على 15؟ هو المفترض انه يعني لا، فلسفة القانون يا فندم هي ان احنا نعرف يعني ندرب العاملين داخل الجهاز الاداري، نعيد تدريبهم مرة تانية ونعيد تكييفهم على الاماكن اللي هم موجودين فيها. هدفه ان احنا مثلا يكون في حوافز للترقي، او انك يكون عندك مواصفات للترقي، انه ما تأخذه من اموال تستحقه عن يعني ساعات عمل معينة. هو ده اللي كان موجود. اذا كان الموظفين اعترضوا على حاجات معينة، انهم كانوا معتقدين ان المديرين بتوعهم هيكون لهم يد طولة في اختيار مين اللي يكمل او مين اللي مكملش، مين اللي يشتغل او مين ما يشتغلش. وده عشان كده سبب رجوعه، وعشان العلاوة. هم كانوا معترضين برضو ان العلاوة تقل السنوية او المبالغ تقل، فالحكومة المفروض انها قعدتها بعد ما طمنتهم ان الفلوس مش هتقل. صحيح. يعني دي كانت حاجات اساسية يعني. اللي اتفضلت بيه ده لو هو ده ما اقدر اعمل تعديل في قانون العاملين المدنيين بتاع سنة 78، ايه اللي خليني اعمل قانون جديد؟ معلش يعني بقى، اصل انا يا جماعه ما بعرفش اتكلم الا دغري، ودغري عشان مصلحه في البلد، مش عشان حاجه. انا اريد استقرار لهذا البلد. مش ممكن ان احنا هنبقى مستقرين الا لما نواجه عيوبنا ونواجه مشاكلنا ونواجه المبالغه في الحل. احنا بنبقى عاملين ايه، انا اسف بستعمل يعني امثال شعبيه، اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. يبقى عندنا مشكله فنبص نلاقينا مرعوبين جدا، فنيجي نعمل الحل، نعمل الحل بشكل في مبالغه يترتب على الحل مشكله ثانيه. انا بايد حضرتك كمال بيه انه وده دور الحقيقه نواب الشعب اللي موجودين وتم المناقشات في هذه الموضوعات. الكلام اللي احنا بنقوله النهارده والافكار اللي بنضعها هي فكره تنويه وتنبيه قبل خروج القوانين دي والعمل بيها. ده مهم جدا، لانه القانون اتعمل عشان السلام الاجتماعي ما بين البشر، ويكون في نوع من انواع العدل والتوازن ما بين كل افراد المجتمع. كمال بيه نورتنا، شكرا جزيلا. يعني مجموعه من الايضاحات المهمه. الله يخليك. انا بس عايز اقول حاجه واحده. اتفضل يا فندم. ان لابد من وجود اليات مهمه جدا لازاله العراقيل امام نهوض هذه الدوله. ميكانيزم الدوله فيه مشكله، ميكانيزم الوزاره مع رئيس الجمهوريه مع النواب فيه مشكله. ده يقتضي، ومش عايز حد يفهم مني ان انا بطالب او بدعو لتعديل الدستور الان. انا ممن قالوا عن هذا الدستور من الوهله الاولى انه يتضمن كوارث ويحتاج لتعديل. لكن لا اريد تعديل الان.
حتى لا يفسر التعديل انه تفصيل. نعم. وانما فعلا الدستور يحتاج تعديل. ما ينبغي ان يكون لرئيس الجمهوريه تغول فيه سلطان مجلس الشعب مجلس النواب، وما لا ينبغي ان يكون لمجلس النواب فيه حاجه غلط بين الميكانيزم في العلاقه. يعني مجلس النواب النهارده انا كرئيس جمهوريه ما بقدرش اقيل وزاره، وانت بتشاركني في تشكيل الوزاره. طب انا شايف وزير يا سيدي مش شغال كويس او اتنين او خمسه، نعم، حاجه اعرضهم عليك تقول لي لا خليهم. طيب لما يكون في اغلبيه، وبعدين تراقبني. يعني لما يكون في اغلبيه برلمانيه بالتاكيد ده هيدي سماحيه، وهيكون عندنا حزب يعني مسيطر زي ما بنشوف يقدر يشكل حكومه. لكن ده لا لغايه دلوقتي مش موجود. لا انا اقصد سيادتك رئيس جمهوريه. صحيح صحيح، في عندك خمس وزراء عايز تشيلها. نعم. جاء البرلمان قال لك لا. نعم. خليتهم، وانت شايف ان هم مش مواكبين فكرة. انا اعتقد ان البرلمان وانت بتطلع السياسه تجري البرلمان. وبعدين اجي اراقبك اقول لك بقى ايه البرلمان حتى الان عاجز. لا البرلمان حتى الان يا فندم هو مساند للرئيس عبد الفتاح السيسي كل قراراته تقريبا. يعني انا تاخد الكلمه مني فندم. لا انا اعتقد انه يعني في مسانده كبيره جدا من دعم مصر، وهم يعني شبه اغلبيه في البرلمان. ما اعتقدش انهم هيعترضوا ابدا على اي اقاله لاي وزير، وهم من حقهم انهم يسالوا الوزراء، واحنا عاوزينهم. شوفي حضرتك، شوفي حضرتك شخصنتي الموضوع ازاي. ما هنا بقى برضو العيب. طيب. ان بتوع دعم مصر دول بتوعنا، واللي عايزين نعمله هنعمله عن طريقهم. هو انا بتكلم عن سيستم، سواء موضوع دعم مصر دول اللي انا جايبهم دول بتوعي وهيوافقوني ولا مش هيوافقوني. طب اسمح لي يا سيادة المستشار، انا بتكلم على سيستم دستوري لهذا المجلس وما بعده. دخلت بينا المواضيع كبيره جدا، يعني محتاجه لحلقات مش حلقه واحده. النهارده كنا بنتكلم عن القوانين كده سريعا الجديده اللي احنا هنستقبل بيها عام 2017، لكن اذا كنا عايزين نتكلم عن العلاقات ما بين المؤسسات التشريعيه والتنفيذيه في البلد، فده محتاج لحلقه خاصه. اسمح لنا نبقى نستضيف حضرتك مره اخرى. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. شكرا لك. بقول لي هنخرج لفاصل ونرجع مره ثانيه لرؤيه عامه وشامله عن العلاقات السياسيه المصريه في 2016 وشكلها ايه، وايه المنتظر ان احنا نخبط بقى على بيبان دول احنا محتاجينها في المرحله القادمه، يكون هناك علاقات متوازنه في الدبلوماسيه المصريه مع هذه البلاد في 2017 بعد الفاصل مع ضيفي وضيف حضراتكم ان شاء الله الاستاذ الكاتب الصحفي حمدي حمدي. We'll be right back.